اهلا يا جوز بنتي، انت شرفت. فين كمال يا حماتي؟ كويس انك فاكر ان ليك حامه وان ليها اهل، ما انتش جايبها من الشارع يا اخوي. يا كماليا اهدى كده وقف كلمني. يا كماليا بقول لك ايه، في كلمتين عايزاك تسمعهم. اقعد على الكنب. ما بقعدش انا على كنب. ليه بقى ان شاء الله؟ بيجي لي دوار كنب. يا سلام، سبحان الله سبحان الله يا حماتي. يا كماليا ما تهدى بقى. بقول لك ايه، انا على اخري. لا يا حبيبي، اخرك على نفسك، ده انت بهدلت بنتي اعلى بهدله. دي كانت عايشه ملكه متوجه في بيت ابوها. بنتي الدكتوره القمر الحلوه جميله الجميلات. اه جميله الجميلات فيرجينيا يا حماتي. انا عرفت ليه كماليا ما بتردش. طب يا فيرجينيا، يا فيرجينيا الله يرحم لما كنت بتتغدى على ترابيزه البنج في الشارع. ياك يا فيرجينيا. لا هو في ايه يا حسن؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ وبتكلم ماما اصلا ازاي كده؟ تهربي مني انا كماليا؟ امال عايزني اعزلك بعد الغيصه اللي انت عملتها هناك؟ لا اتفرج عليك وانت قاعده مع صلاح في الكافيه. عيب يا حسن، ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا لحد هنا واستوب بقى. اهدي انت يا ام فيرجينيا، خليكي على جنب. ماما سيبينا لوحدنا لو سمحت. اسيبك ازاي؟ يعمل فيكي حاجه انت مش شايفاه؟ يا ماما لو سمحتي سيبينا لوحدنا. انت عماله تزغدي، اخلعي. سيبينا لوحدنا. ها بص لي هنا. لا في ايه انت اللي تقولي يا هانم بقى؟ هو في ايه؟ ما انت لو سالتني زي الناس كنت عرفت في ايه. خد شوف. دارين شافت صاحبك مع واحده وكانت رايحه تقول لمراته، فانا كلمته عشان يلم الموضوع وما اخربش بيت صاحبتي. مش راح اعمل غراميات مع صاحبك. ايه يا جماعه؟ كده حاسس ان نلف عليك كل ده؟ ايه؟ كمل كمل وسط الفضايح اللي انت كنت عاملها لي. هات التليفون هنا. اقسم بالله ما انا راجعه لك البيت تاني يا حسن يا ونش. هو في ايه يا ابني؟ ما تتكلم يا حسن، في ايه؟ لا مستحيل يا صلاح، مستحيل حسن يشك فيك انت، اكيد في حاجه غلط. هو ده اللي حصل، مد ايده عليا ونسي عشره العمر. طب انت ليه ما فهمتوش ان مراته هي اللي طالبه تشوفه؟ وانا لحقت يا جورج، جات لي تحت المكتب وقالت لي عايزاك في حاجه مهمه تخص مراتك. كنت عايز نعمل ايه؟ كله من بنت اللذينة. ما انا جاي لك عشان كده. مراتك عايزه مني يا جورج؟ ليه مصره تخرب بيتي وبتصورني كمان؟ هي وصلت لكده؟ والله يا صلاح انا فهمتها ان كل اللي بتعمله غلط، بس هي راكبه دماغها شمال عشان بس تعذرني. هي قالت حاجه لساره ولا انت ما تعرفش؟ لا انا ما اعتقدش انها عملت حاجه زي كده. هي كل اللي بتعمله ده عشان تضغط عليا، تحطني تحت ستريس نفسي وعصبي. بقول لك ايه؟ انسى بقى اللي حصل دوت. في الاول في الاخر انتوا اصحاب يعني؟ ولا اصحاب ولا دياوله. انا هدي له القضايا اللي عندي كل واحد يروح لحاله. يا سلام بالبساطه دي، يعني اي اتنين يتخانقوا مع بعض خلاص يخسروا بعض. يا جدع احنا متربيين عشره عمر، بعدين اول ما هتتقابلوا خلاص هيراضيك بكلمتين. ولا يراضيني ولا راضيه، ايه خلاص خلصت كده. بقول لك يا صلاح، مين البت البكر اللي كانت معاك دي؟ انت رايق يا جورج. وانت طلعت دبور كبير واحنا مش عارفين. يا جدع فك بقى، انت طلعت برنس البرانيس. عارف انت طلعت ايه؟ مش صلاح، انت مو صلاح.